السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله اليوم نقدم معكم حريشات ديال الفران، نتمنى يعجبوكم. كيجيو اقتصاديين وزوينين الكوتي مع العشية أو في الفطور الصباح، لمالا؟ تابعوا المقادير إن شاء الله. عندي نص كيلو ديال السميدة ديال الحرشة رقيقة مع قبيصة ديال الملح، عندي فانيا وحدة، خمارة ونصف، نافع، هاد الكاس ديال السميدة نحتاج ان شاء الله باش غنفندها في الاخير، كاس ما بين الزبدة والزيت، ونص كاس ديال السنيدة، ونص سترو الحليب ان شاء الله. غنشوف واش غنكملوه او لا. هنايا كندير الكاس اللي ما بين الزيت والزبدة، كاس لارب ماشي عامر، حتى كنرمل داك السميدة كاملة اللي عندي. دابا غادي نزيد نص كاس ديال السنيده، تقدروا تنقصوا من هذا القياس ديال السنيده الا بغيتهم يجيوكم ناقصين. القياس اللي درت انا ما كيجيوش حلوين وما كيجيوش عاود ناقصين بزاف من السكر. غندير فانيا، يمكن لكم تستغناو عليها لان ما عندناش البيض في هذه الحرشه، يمكن لكم ديروا غير النافع بوحديتو الا ما توفرات. هنا بالنسبة للخميرة غندير وحدة ونص، غنعاود يعني نخدمها مع ديك السميدة مزيان. دابا غادي نضيف النافع حسب الذوق، يمكن لكم تكثروا او لا تستعملوا غير شي حاجه اللي قليله. وهنا غنبدا نجمع بالحليب بشويه بشويه، ما كان نحاولوا ما كان عجنوهاش غير كنخلطوا. كنستمر كنزيد في الحليب شويه بشويه حتى كنشوفها يعني ماشي جاريه بزاف وماشي عاقده. هنايا انا هزت لي القياس ديال جوج الكيسان ديال العنبه ديال الحليب، يعني داك نص سيترو ما كملتوش، بقى فيه كاس. وهنا من بعد ما كنخليها 3 ديال الدقائق حتى كتشرب مزيان، وكنبدا كندوزها في السميده ما بين يديا، القياس اللي بغيتو ديروه على شكل كويرات، وكتنزلوه في ديالكم. وفي هذا الأثناء كنكون شعلت الفران كيسخن. هنا الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الفران، اتمنى تعجبكم ان شاء الله، والى اللقاء الى الفيديو القادم.